منيه يا حبيبتي؟ نعم. تعالي يا حبيبتي يلا قومي البسي عشان نروح نقعد عند تيتا كده كام يوم. ليه يا ماما؟ عادي يا حبيبتي يعني هنغير جو كده. ايه رايك يا حبيبتي؟ مش انتي بتحبي تيتا وجد وبتحبي تقعدي معاهم؟ ايوه يا ماما طبعا يا ماما طبعا. طب يلا حبيبتي. طب وانا يا ماما هدومي على السلم يا ماما. ماشي يا حبيبتي انا هطلع لك الهدوم اي حاجه يا حبيبتي. خلاص يا ماما انا هروح اجيبها. لا يا حبيبتي خليكي انا اللي هطلع لك الهدوم واجيبها لك عشان تلبسي. خليكي يا حبيبتي. شكرا يا ماما. دي عيشة دي عيشة اللي انا عايشاها دي هدوم وهدم بنتي على السلالم وفي الاخر مشغلني خدامة وينفع كده برضه ده جزاتي ده جزاتي هنروح عند بابا وماما يهزقوني اه بس ابويا وامي مش واحدة قاعدة معاها طول النهار تقعد تهزقني وتقولي اعملي ده واعملي ده واعملي ده وفي الاخر انا اللي غلطانة انا اللي عملت كده بنفسي والله انا اللي استاهل انا اللي غلطانة والله العظيم انا هيجرالي حاجة من حرقة الدم اللي انا عايشة بيها اللي انا فيه ده اللي انا فيه ده كل شويه حرق الدم حرق الدم ينفع كده برضو اهون عليك كده يا محمد انا وبنتك هون عليك للدرجه دي تعالي يا امنيه يا حبيبتي انت رايحه فين يا ماما هقول لباباك يا حبيبتي ان احنا ماشيين ما ينفعش نمشي من غير ما نقول صح أيوة. ولا مش صح ايوه صح يا ماما مين انا ايه يا ندى يا ايه انا مش قلتلك مليون مرة ما بحبش حد يخبط عليا باب اوضة النوم انا جاية لو سمحتي اتكلم مع محمد واقول له ان انا ماشية لا ما ينفعش تقولي له اي حاجة عشان محمد في اوضتي وانت عارفة لما محمد بيبقى في اوضة النوم بيبقى جوزي لوحدي عايزة بقى تكلميه يا حبيبتي وتقولي له ان انت ماشية استنيه بره على السلم لما يطلع بره دي بيقولي له لا يا حبيبتي بلغيه ان انا ماشيه هبلغه ثانيه واحده وانت فاكراني خدامه عندك ولا ايه لا يا حبيبتي عايزه تقولي له ان انت ماشيه تستنيه بره واستنيه يطلع وتقولي له انا أمي. مش خدامه عند حد يا ايه وخلي بالك من كلامك يا ايه يلا امنيه يلا حبيبتي يلا حبيبتي ده ده شغاله عندها انا ولا ايه ايوه ايه خالد السلام عليكم يا سلمى عليكم السلام يا ايه في ايه ايه يا سلمى انا جاي اقعد في بيت ابويا يا سلمى انا مش مرتاحه هناك يا سلمى يا سلمى هناك انا قاعده خدامه وبعدين يعني انا قلت انا عارفه ان انا اجي هنا عند ابويا هيهزقني ويمسح بكرامتي الارض بس اسمه ابويا ابويا اللي من لحم دم حقه يعمل فيا كل اللي هو عايزه مش عايشه هناك يا سلمى عند واحده غريبه شغاله عندها انا تعبت بصراحه وقلت مفيش غير ابويا هو اللي هيتحملني وهو اللي هيشيلني مين طب هيتحملني غيركم يا سلمى بقول لك ايه يا ايه تعرفي لو ابوكي بس عرف ان انت دلوقتي على باب الشقه هيعمل فيك ايه والله العظيم مش بعيد يضربك اقسم بالله هيضربك وهيهزقك وهيهينك وهيرميكي بره باب الشقه وانا ههون عليه يعمل فيا كده ههون عليه يطردني ويضربني ايوه يا ايه هيعمل كده يا ايه لان انت يا ايه عبيطه وبتستعبطي يا ايه طب هقول لك على حاجه خليكي انت مكاني قولي لي كده انا كنت عملت ايه قولي لي كده انا اعمل ايه دلوقتي اعمل ايه انا تعبت ومش عارفه اعمل ايه والله بقول لك ايه يا ايه عايزه ترجعي هنا وتقعدي في بيت ابوكي وابوكي يرحب بيكي ويدخلك البيت ويشيلك فوق دماغه يا حبيبتي روحي رجعي حقك يا ايه حقك اللي هي شقتك يا حبيبتي شقتك اللي انت بعتيها بعبطك وهبلك يا ماما وجوزك اللي انت رحتي جوزتيه وبمزاجك يا ايه على ايه عشان ما يعملش حاجه حرام يبقى خليها حلال احسن واجوزه لا يا حبيبتي روحي رجعي حقك وابوك هيدخلك ويقول لك اتفضلي انت كده بنتي حبيبتي لكن ابوكي مش بيحب البنت العبيطه الهبله اللي بيضحك عليها بكلمتين يا ايه طب وحق ده رجعه ازاي ارجعه ازاي بس روحي يا حبيبتي خلي جوزك يجيب لك شقه اكبر ما كانت عندك يا ايه وكمان جوزك يبقى ليكي لوحدك يعني ندى دي ما تبقاش مراته يا ايه ماشي يا ايه زي ما انت جوزتيه بمزاجك خليه يطلق ندى يا ايه وانت تبقي انت بس لوحدك يا سلمى اقفوا جنبي عشان خاطري انا ماليش غيركم دلوقتي ده صح يا ايه ده حقك يا ماما المفروض ترجعي حقك يا حبيبتي يلا يا ايه مع السلامه يا ايه يلا بابا يجي يا سلمى بابا هيجي لو عارف انك هنا يا ايه هيضربك يا ايه وهيبهدلك قوي وهينك والله يا بابا معلش يا امنيه حقك عليا يا بابا سامحني يا بابا يلا يلا امنيه يلا معلش يا ماما يا ماما ماليش حق اضربك بولك يا ماما يا بابا يا بابا انا ماليش حق يا بابا يا بابا سامحيني سامحني يا بابا انا ماليش غيركم يا ماما يا بابا يا ماما معقول فعلا يا ماما جده كان نفسي هيضربني يا ماما معقول يا ماما يا ماما انا خايفه قوي يا ماما عشان خاطري تعالي نروح يا ماما عند بابا يا ماما انت اللي بهدلتينا يا ماما انت اللي عملتي فينا كده يا ماما ليه بهدلتينا البهدله دي كلها يا ماما احنا كنا كويسين يا ماما كنا قاعدين في شقتنا يا ماما خلاص يا امنيه ما كانش في حد بيضايقنا خلاص انا عارفه انا عارفه اللي انا عملت كده
وانا السبب في اللي انا فيه يا امنيه. انا عارفه انا السبب في اللي انا فيه. طب ودلوقتي بقى نعمله ايه؟ احنا عرفنا ان انت السبب، احنا هنعمله ايه دلوقتي؟ هنعمله ايه؟ اه انا هرجع لباباك يا امنيه، والله والله لانتقم واجيب حقي، واخلي ابوك يبقى ليا انا ليا لوحدي، ويجيب لي شقه احسن واكبر كمان يا امنيه. بجد يا ماما؟ تعالي معايا يا امنيه. بس ازاي؟ تعالي بس يا امنيه وانا افهمك كل حاجه بعدين. حاضر. يلا يلا حبيبتي. يخرب بيت الاحساس، علق قلبي ده في دقيقة، في غرام وطلع استاذ، بعشقته من اللعيبة وبقيت انا مغرمة بيه، وانا بعد عيني حقيقة بيوحشني اوي. ايوه انا هروح افتح. روحي شوفي مين يا غاز. حضر يا ماما. مين حاضر؟ ازيك يا غزولة يا حبيبتي، فين ماما؟ ماما جوه. ماما يا ماما. مين يا غاز؟ سند انا وامي اختي. بصي يا محمد، ما تزعلش من اللي انا هعمله دلوقتي. يا ندى شقتك وانت حره فيها، يا ندى اعملي اللي انت عايزاه. يا مش هتزعل مني؟ مش هزعل منك طبعا، اهم حاجه البيبي. صح صح ماشي يا محمد. بس اوعي تعصبي نفسك. بس حاضر، خلي جوه يا غزل. حاضر يا ماما. نعم يا ايه، في ايه؟ بصي يا ندى يا حبيبتي، انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. هطبخ لك واكنس لك واسوي لك البيت، ومش هكشر في وشك تاني، ولا هعلي صوتي هنا في البيت، وعارفه يا ستي ان دي مشكلتي، ومش هحملها لك تاني، ولا هقول لك انت السبب، ولا هقول لك اي حاجه خالص، وانا عارفه ان انت ده حقك وكل حاجه، وده بيتك وحقك تعملي فيه كل اللي انت عايزاه. انا يا ستي انا الغلطانه، وانا اللي هشيل مشكلتي، وانا اللي هتحملها، حقك عليا. انا اسفه. خلصتي كلامك؟ اه. اسفة يا ايه، مش عايزاكي تخدميني ولا تقعدي معايا في البيت. ما انا قلتلك هعملك كل اللي انت عايزاه اهو. بقولك يا ايه، البيت ده انت مش هتدخليه تاني. طيب ما ماشي. طب لو سمحتي بس ناديلي محمد اتكلم معاه واقوله. لا ممنوع، لما محمد تلاقيه على السلم تبقي تكلمي معاه براحتك. تخشي امنيه ناديه بابا. لا ممنوع، انا قلتلك ممنوع تدخلوا بيتي تاني. اتفضلي بره كده يا ايه، واستني جوزك بره على السلم. طب انا هستنى محمد على السلم واتكلم معاه. ماليش دعوه، يلا اتفضلي يا ايه. يلا عشان الحمل تعبني ومش قادره اقف. انا اسفه. يلا يا ايه. ينفع كده يا ماما؟ يرضيكي يا ماما، انا مش عارفه ادخل لبابا يا ماما وانا دي واكلمه يا ماما. يرضيكي كده يعني يا ماما؟ انت كده مبسوطه يعني يا ماما باللي انت عملتيه فينا ده يا ماما؟ امنيه يا حبيبتي، ولا كانك شايفه اي حاجه ولا سامعه اي حاجه. والله يا امنيه لا خد حقي، والله لا خد حقي. ايه ندى بقى؟ خلاص يا ندى، ما انا قلت لك انا اسفه بقى يا ندى. خلاص. ايه الخفه اللي انت فيها دي يا ايه؟ ايه الاستظراف ده؟ ايه يا ندى يا حبيبتي؟ فاكره ايام ما يا ندى كنا بنقعد مع بعض ونفطر مع بعض؟ فين الايام الحلوه دي بقى يا ندى؟ خلاص بقى حقك عليا، مبقاش قد كده. لو سمحتي يا ايه، اخر مره تخبطي عليا باب الشقه. طب لو سمحتي عايزه اتكلم مع محمد. يا محمد! لا انت كده يا محمد! بقول لك ايه يا خالتي؟ يا محمد! انت فاكره كده نفسك بتستخفي دمك يعني؟ يا ندى قلبك اسود قوي يا ندى بقى. خلاص سامحيني بقى، قلت لك حقك عليا يا ستي، انا اسفه. طب بصي يا ايه. نعم. عيب كده حبيبتي، ما تخلينيش اهزقك. انا محترمه وذوق معاكي، ما توصلنيش ان اقول لك كلمه وحشه ما تعجبكيش. خلاص بقى يا ماما. اخر مره تخبطي عليا باب الشقه. ما يبقاش قلبك اسود. اخر مره انا مش ما تهزريش معايا بالايد يا ستي بقى. ما تبقاش قلبك اسود يا ندى بقى. خلاص قلت لك انا اسفه يا ست. ده ايه ده يا ندى؟ قلت لك انا ماشي. ولا كانك شايفه حاجه ولا سامعه اي حاجه. انت مبسوطه كده يا ماما؟ شايفه بتتكلم معاكي ازاي يا ماما؟ سيبيها تعمل اللي هي عايزاه، والله لاخد حقي منها، والله لاخد حقي منها. ايه يا ماما؟ عاجبك كده؟ عليه زي الشحاتين يا ماما؟ مبسوطة كده يا ماما؟ النبي يا أمنية يا حبيبتي كفاية، ارحميني ارحميني يا أمنية والنبي. استني كده أكلم خالتك سلمى، يمكن أبويا يحن عليا ويرضى عليا ويقول لي تعالي اقعدي عندي بدل اللي احنا فيه ده يا أمنية. استني يا حبيبتي، ربي يهديك عليا يا بابا يا رب. الو. ايوه ايه؟ ايوه سلمى. نعم سلمى، سلمى اختي حبيبتي.
انا دلوقتي انا رحت لمحمد ندى ما رضتش تدخلني وقالت لي مش هدخلك بيتي تاني، وانتوا طردتوني قفلت الباب في وشي، وانا ماليش مكان اروح فيه، اعمل ايه طيب واروح فين؟ وحتى معيش فلوس اصرف منها واجيب اكل انا وامنيه. بصي يا ايه اسمعيني كويس. نعم. ندى دي ذكيه قوي وذكيه جدا كمان، وانت لازم تتعاملي معاها بذكاء يا ايه. يعني دلوقتي انت قاعده على باب الشقه طبعا. صح. ايوه. خليكي قاعده على باب الشقه، حتى لو هتقعدي سنه قدام باب الشقه يا ايه عشان تدخلي بيتك اقعدي. بس لما تيجي تدخلي يا ايه ادخلي شبه السوسه اللي بتدخل في الخشب، بتعمل السوسه اللي بتدخل في الخشب. بتبوظه وبتخربه. ايوه انت هتعملي كده يا ايه، هتدخلي البيت ده وهتخربيه وهتخربي البيت كله لحد ما حقك يرجع لك يا ايه. طب هو بابا ما سالكيش مين اللي كان بيخبط على الباب؟ ما قالكيش اني سمعت صوت ايه؟ ما قالكيش رجعيها انا سمحتها خلاص؟ لا هو سالني اه مين كان على الباب، بس انا قلت له بواب. عارفه ليه قلت له كده؟ عشان لو كان عارف ان انت ايه كان هيبهدلك يا ايه. طب كان هيضربك كان هيهينك يا ايه كان هيكرشك يا ايه. كنت قولي له ان انا عارفه ان بابا قلبه هيحن. انا عارفه. ايه اسمعي زي ما قلت لك، هتدخل البيت ده زي السوسه اللي بتدخل في الخشب، يخربيه لحد ما حقك يرجع لك يا ايه، ولما حقك يرجع لك يا حبيبتي يبقى كلميني في التليفون. يلا مع السلامه يا ايه. سلام. مش عارفه اعمل ايه يا امي، مش عارفه اعمل ايه. بصي يا ماما انا عايزاكي تعملي حاجه واحده بس يا ماما، انا عايزاكي ترجعي بيتنا زي زمان يا ماما، بابا يكون معانا يا ماما، كله في شقتنا يا ماما، مفيش حد يضايقنا يا ماما، كله بكرامتنا يا ماما، مش متبهدلين كده وعاملين زي الشحاتين يا ماما. ماشي يا امي. ماشي يا حبيبتي، انا عايزاكي تهدي تهدي خالص يا امنيه، ومهما شفتي ومهما سمعتي يا امنيه اضحكي ولا كانك سامعه اي حاجه ولا شايفه اي حاجه. وانا والله والله يا بنتي لا ارجع لك حقك ولا ارجع لك ابوكي ولا ارجع لك شقتنا ويمكن احسن كمان، عشان خاطري يا بنتي انا عارفه ان انا السبب وانا اللي غلطانه، والله انا اللي غلطانه، انا اللي غلطانه، انا عملت فيها ان انا جدعه وبنت قصوره. ماشي يا امنيه، والله يا بنتي انا اللي غلطانه، بس عشان خاطري عشان خاطري تحمليني يا امنيه واقفي جنبي وتنديني ما تحسسنيش بضعف، قويني يا امنيه. ماشي يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا، والله لا اجيب لك حقك يا بنتي، والله لا اجيب لك حقك.